الأخبار من ATV العدالة وفيها: جلسة مجلس الأمة العادية الموافقة على 17 رسالة واردة. مجلس الأمة يوافق على رفع الحصالة عن عباد الوسمي ويرفض رفعها عن حامد البذالي. السنعوسي في ذمة الله بعد مسيرة حافلة في بناء الإعلام الكويتي المعاصر. 99% من إجمالي العاملين في مطار الكويت الدولي كويتيون. السياحة الجيولوجية معرض مميز في ثانوية فاطمة الصرعاوي. ومن العناوين إلى التفاصيل: وافق المجلس على 17 رسالة واردة تضمنت إحالة الاقتراح برغبة بشأن استثناء مجموعة الوظائف الطبية والصحية بأن يكون شاغلها حاصلاً على مؤهل جامعي كحد أدنى، أحالتها إلى اللجنة الصحية للاختصاص. ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة بين رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر واللجنة المالية لنظر مشروع القانون بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية. كما قام المجلس بتكليف لجنة المشاريع وتطوير الجزر بدراسة رؤية الحكومة وإجراءاتها في تطوير الجزر وفي تبنيها المشروعات الكبرى والترفيهية، وتكليف لجنة القيم والظواهر السلبية بدراسة ظواهر التفكك الأسري والمخدرات والتشبه بالجنس الآخر والغش والرشوة والواسطة، على أن ترفع تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. كما وافق مجلس الأمة في جلسة اليوم العادية على طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عباد الوسمي في القضية رقم 251 لسنة 2022 جنح مستأنفة بموافقة 33 عضوا ورفض 17 عضوا. ورفض المجلس طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب حامد البذالي في القضية رقم 2010 لسنة 2022 حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم 537 على 2022 جنايات المباحث بعد موافقة 19 عضوا على الطلب ورفض 31. فقد الإعلام الكويتي أحد أهم أعمدته وركائزه الكبيرة، وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما بعد مسيرة طويلة وزاخرة في خدمة وبناء الإعلام الكويتي المعاصر. وكان السنعوسي من مؤسسي تلفزيون دولة الكويت الرسمية عام 1960، والفقيد الراحل قامة إعلامية وثقافية مهمة ليس في الكويت فحسب، بل في العالم العربي والساحة الدولية من خلال المناصب الكبيرة التي تولاها والبرامج والأعمال التلفزيونية والثقافية المحلية والعالمية التي قدمها أو شارك بشكل أساسي في إنتاجها. 80 عاماً وعليها 4 هي سنوات شكلت حياة واحد من قامات الكويت ورجالاتها وأحد أعمدة الإعلام والثقافة الوطنية. غيب الموت اليوم الإعلامي والوزير الأسبق محمد السنعوسي بعد أن أضاءت لسنوات طويلة أعماله وإسهاماته المتعددة التي شكلت علامة مميزة في مسيرة تلفزيون دولة الكويت، والذي كان أحد مؤسسيه. السنعوسي الذي ولد في 15 من يناير عام 1938 حاصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة، كما التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في مصر ودرس فيه النقد. الراحل هو أحد مؤسسي التلفزيون الرسمي عام 1960 وتقلد العديد من المناصب، كما ساهم في إنتاج 2 من علامات الفن العربي وهما فيلمي الرسالة وعمر المختار. وكان للسنعوسي دورا في تأسيس نادي الكويت للسينما وتأسيس فرقة التلفزيون للفنون الشعبية. خلال العقود التي قضاها الفقيد أمام الكاميرا قدم برامج مميزة وطرح العديد من القضايا بطريقة فريدة وناقش السلوكيات في المجتمع الكويتي،
وقدم العديد من البرامج التي ستظل علامة مميزة في مسيرة الإعلام الكويتي، مثل برنامج رسالة وبرنامج السنوسي. اليوم تودع الكويت علامة مميزة في مسيرة نهضتها، وأحد فرسان عصر ذهبي شهد فيه الإعلام الكويتي إنجازات كبيرة، لتبقى سيرة الراحل وأعماله نقطة ضوء في تاريخ الوطن والفن والثقافة في العالم العربي. قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن أكثر من 99% من إجمالي عدد العاملين في قطاعات وإدارات مطار الكويت الدولي مواطنون كويتيون. وأوضح نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في الإدارة صالح الفداغي أن الموظفين الكويتيين لا سيما في إدارتي التشغيل والصيانة والهندسة يقومون بجميع عمليات التشغيل والصيانة، ومشيرا إلى انضمام العنصر النسائي لهاتين الإدارتين العام الماضي. وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية داخل قطاعات المطار، ذكر أن عمل إدارة نظم المعلومات شهد نشاطا كبيرا خلال السنوات الماضية، لسيما خلال جائحة فيروس كورونا المستجدة، وتم استغلال هذه الفترة في تطبيق العديد من الأنظمة الإلكترونية والرقمية. أعلنت وزارة الداخلية صرف الأعمال الممتازة للمستحقين من العاملين المدنيين بالوزارة، وقالت في بيان صحفي إن ذلك من منطلق حرص ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية شيخ طلال الخالد على تشجيع أبنائه منتسبي وزارة الداخلية المدنيين لبذل المزيد من الجهد والعمل. أقام قسم الأحياء والجيولوجيا في ثانوية فاطمة الصرعاوي معرض السياحة الجيولوجية برعاية الموجه العام للعلوم منى الأنصاري وإشراف مديرة مدرسة فاطمة الصرعاوي هدى العنزي والموجه الفني سلمى دشتي. وشهدت الفعالية العديد من الأنشطة، وتضمنت عرضا لأشهر الأماكن الجيولوجية في الكويت ودول أخرى. طبعا أنا أبهرني أول شيء الانطلاقة من البداية، تنوع التضاريس الجيولوجية اللي شفتها في الدول، في دول يمكن مرينا وزرناها، في دول ما شفناها. اللي أبهرني أكثر هو عمل الطالبات، من ابتكارات، من أعمال قاموا فيها، من أفكار كيف فكروا فيهم أنهم قدروا يسوون المودلز بناء على يعني حولوا الصور إلى مودلز قدروا يسوونها بيدينهم. وهذا اللي إحنا نطمح فيه ونتمنى. إحنا دائما نقول الآن العصر في هذا الوقت ضمن خطة تنمية الكويت أن نخلق رأس مال بشري إبداعي. فكيف أنا أشوف اليوم هالإبداعات ما أقول أن إحنا في سير هذه العملية، إحنا معاها. فشفت بنات اليوم أبدعوا، ما أقدر أقول غير أني انبهرت منهم، تبارك الرحمن، الله يحفظهم، متأملين خير فيهم، متأملين خير بأنهم راح يكونون إن شاء الله المستقبل لهذا البلد اللي إحنا نطمح بأنه يكون دائماً في استقرار، والله يحفظهم ويحفظ طالبات. المعرض عن يخص السياحة الجيولوجية، وهذا من المعارض المهمة اللي فيها حرص على الطالب في كيفية تقديم هذا المعرض. هي الفكرة عبارة عن شنو؟ تنقسم إلى ثلاث أشياء. أول شيء إن العرض التقديمي للطالبة أثناء الحصة هو عبارة عن درجتين ومن خلال تقديم ورقة، لكن إحنا حولناه من هالشيء البسيط إلى معرض من عمل الطالبة ومن جهدها ومن فكرتها، بحيث إن لو كانت تحب مثل أيام الامتحانات إن تراجع راح يكون في عقلها إن هي ما تحتاج إلى مجهود كبير. وكون نعتمد إن الطالبة نفسها تقوم فيها العمل هذا من خلال توظيف شغلتين، الاختيار الحر اللي هو عن طريق البيئة إلى جانب حصة النشاط. هذه الأعمال اللي تشوفونها هنا في المسرح كلها من عمل الطالبات، ما في أي مكتب من خارج المدرسة تدخل في هذا العمل. هدف هذا المعرض بالأساس هو المتعلم. المتعلم أولاً إحنا عندنا مادة الجيولوجيا في الحادي عشر علمي يأخذون الطلبة، فحبينا إن بدال ما أنت تعطي أو تتكلم وحتى المعلم يتحدث، نبي نشوف إحنا عطيناهم مادة، إحنا نبي هذه المادة تطبق. شلون تطبق؟ كل دولة. احنا عندنا طبعا انت شفت يمكن الفيديو اول شيء عن جيولوجيا الكويت. نعم. اول شيء احنا حريصين لما يقولك الكويت شنو فيها،
لا عندنا مظاهر جيولوجية عندنا ولاحظ ويمكن وايد فيكم تفاجئوا من الفيديو ان اي نتماكن. الشيء اللي يمكن ميز صراحة هذا المعرض هو عمل الطالبات. المعلم إشراف، التوجيه الفني كان إشراف عليهم، حرصنا انه ولا شيء يكون من برا. انت كمتعلم اي دولة حبيت حطينا لهم 14 دولة. حلو. انت اي دولة تشوف منها مظهر جيولوجي شنو انت حاب تطالع فيها وشنو جذبك منها؟ مشاركتي حق هذا المعرض مشاركة جدا جميلة ومميزة، واتشرف ان انا مشاركة في هذا المعرض. طبعا مشاركتي هذه خلتني انا اطلع حق ان انا ادور عن مظاهر حتى حق دول ثانية، اطلع حق اشياء ثانية تتعلق في الجيولوجيا عشان اتعلم عنها واكتسب منها معلومات حق التطلع، فصار عندي تشويق جدا حق التطلع على معلومات اخرى. احنا اليوم مشاركين مع قسم الجيولوجيا ان كل صفوف تنقي دولة وتعرض عنها. انا وصديقاتي نقينا عن دولة عمان. احنا اليوم مشاركين في معرض الجيولوجيا ودولتنا اليوم السعودية. احنا عندنا معرض معرضنا عن الهند، فحبينا نلم فيه اكبر واهم المعالم الجيولوجية فيه. ان شاء الله اليوم راح نتكلم عن اهم المظاهر السياحية والجيولوجية اللي موجودة باليابان. واليابان دولة وايد حلوة، واتوقع الكل يدري ايش كثر هي حلوة وايش كثر فيها اشياء وايد حلوة وايد تجذب السياح. تمتاز امريكا بوايد اشياء من المعالم الجيولوجية والسياحية. السياحية عندك ديزني لاند، عندك يونيفرسال، عندك العجائب الجيولوجية مثل الجراند كانيون وجزر هاواي. هوش قاعد الناس اسم بوغن تركيا دهاي يا كندن تنا بوغن جيولوجيا بتورزمي بلي اشدك. اهلا وسهلا، معاكم لولو الشعبان. طبعا اليوم راح اتكلم عن دولتنا واللي هي تركيا. اليوم جمعنا بين المظاهر السياحية والمظاهر الجيولوجية. أكد الأمين العام بالإنابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة سالم العلي أهمية وسائل الإعلام ودورها في المجتمع عبر تحمل مسؤولية مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره انطلاقا من دورها المحوري في هذا الجانب. وقال العلي في كلمة ألقاها خلال ورشة تدريبية نظمتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الإعلام إن دور الإعلام يعكس نسبة وعي المجتمعات بحقوقهم وواجباتهم ورعاية مؤسسات الدولة لهذه الحقوق وتنفيذ الواجبات واحترام سيادة القانون، ويمثل أحد أبرز أولويات الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية دكتور خالد مهدي إن المجلس وبالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية يتطلع إلى إيجاد تمويل مستدام لمبادرة المدن الصحية، بحيث تتحول مناطق الكويت الحضرية إلى مدن خالية من الأمراض المزمنة غير المعدية ويرتفع فيها معدل الصحة العامة. وأضاف مهدي في كلمته بالحلقة النقاشية التي أقامتها الأمانة العامة للتخطيط حول التمويل المستدام للمدن الصحية بالتعاون مع مكتب النظم الصحية بوزارة الصحة إن الكويت تبنت مبادرة المدن الصحية، وتم إنشاء مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة في عام 2014، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تحسين صحة المجتمعات من خلال العمل على المحددات الاجتماعية للصحة. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 0.2 ليبلغ 95 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 95 دولارا وسنتين للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. بهدف اكتشاف المواهب الكروية وتشجيعها انطلق دور الهواة لكرة القدم في نسخته الثالثة على التوالي، ونظمت اللجنة المنظمة للدوري والكأس مؤتمرا صحفيا قدمت فيه المزيد من التفاصيل والآليات التنظيمية للبطولة. في البداية سوف أعطي نبذة بسيطة عن دوري كرة القدم للهواة. هو ستريت فوتبول ليج واختصارها SFL، وتهدف إلى أن يعيش الشباب أجواء احترافية كما تهدف لتعزيز القيم السلوكية والاجتماعية مما يترك أثر إيجابي على المجتمع. إن دعم مثل هذه البطولات سواء من قبل الرعاة أو الإعلام هو دعم للرياضة في هذا البلد، وذلك من خلال احتواء طاقات الشباب وتطوير مواهبهم. إننا نعدكم أن نقدم تنظيماً احترافياً عالي الجودة سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الإعلامية، وأعلن عن انطلاقة موسم 2022-2023. دعا
دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو كل من روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق النار خلال فعاليات مونديال كأس العالم قطر 2022، وذلك من أجل الإنسانية. وقال إنفانتينو في كلمة ألقاها خلال قمة مجموعة العشرين جي 20 المنعقدة في جزيرة بالي الأندونيسية: ربما يكون لكأس العالم اليوم تأثير إيجابي، دعونا نفكر في وقف إطلاق النار. وأعرب عن أمله بأن تكون كرة القدم هي الخطوة الأولى للسلام، فهي أكثر بكثير من مجرد رياضة، ولها تأثير اجتماعي كبير يتعلق بالشغف والتسامح والوحدة والإدماج والتعليم.